لازم اقول لك انه شخصيا سعيد بعوده حرس الحدود للدوري الممتاز، واكيد ناس كتيره سعيده بعوده حرس الحدود للدوري الممتاز، لان حرس الحدود سايب ذكرى حلوه عند الجماهير المصريه. ده الفريق اللي يقدر ينافس اهلي وزمالك على بطوله، بس فعليا عشان في فرق كتير بنبقى عندنا امل انها تنافس اهلي وزمالك بس بتنافس، لكن حرس الحدود خد بطولات من اهلي وزمالك، فيعود حرس الحدود مره اخرى للدوري الممتاز بهذه السرعه، دي حاجه اكيد تبسطنا جميعا، واكيد عملتوا مجهود كبير الموسم ده. طبعا زي ما حضرتك قلت ان ده حرس الحدود فرقه كبيره وفرقه لها تاريخ ولها اسمها بشكل كبير جدا. صحيح. الفترات اللي فاتت لو جينا قلنا العشر سنين اللي هم من 2005 ممكن لحد 2015 ممكن نكون تاني فرقه في مصر بعد النادي الاهلي تقريبا خدت 3 بطولات، ما اظنش ان في حد خد 3 بطولات في الفتره ديت، واخدين 2 كاس وسوبر الفتره اللي كنا بنلعب فيها مع كابتن طارق العشري، فاكيد حرس الحدود فرقه كبيره. دوري الدوري اللي اتلغى ده انتوا كنتوا متصدرين، كنا اول 2011 انا بفكر الناس بس بالظبط كنتوا متصدرين الدوري. 2011 كنا متصدرين الجدول لحد اخر ماتش اتلعب قبل ما الدوري يتلغي. صح. كنا ماشيين بشكل كويس جدا. صح. كنا متصدرين الدوري عن الاهلي وعن الزمالك. فطبعا نادي حرس الحدود نادي كبير جدا واسم كبير جدا وحقق بطولات، لان هو نادي عنده استقرار ومكانته الطبيعيه يبقى مع الكبار، يبقى في الدوري الممتاز، ده المكانه الطبيعيه لنادي حرس الحدود. عشان يرجع تاني حرس الحدود اكيد المجهود كبير، ومجموعتكم كانت مش مجموعه سهله، وانك تحسم كمان الصعود بشكل بدري ده برضو مش حاجه سهله. احكي لي كده الموسم ده عملتوا ايه عشان توصلوا مره اخرى للدوري الممتاز؟ اكيد طبعا مجموعه بحري مجموعه صعبه جدا في منتهى الصعوبه للملاعب اللي بتتلعب فيها الماتشات، للملاعب للانديه الجماهيريه الكبيره اللي متواجده في طموحها طبعا اللي متواجده في مجموعه بحري، وكل الانديه الجماهيريه عندها طموح بشكل كبير جدا، في مدربين كبار جدا في مجموعه بحري، مجموعه يعني عايز اقول لك ان فيها كابتن ايمن المزين صعد 4 أو 5 مرات طبعا، كابتن محمد صلاح، في كابتن مصطفى عبده، في حسام عبد العال عامل موسم كويس، في الكابتن ساري، في الكابتن كرم جابر، في الكابتن احمد فاروق سبورتنج عامل موسم كويس جدا، فقصدي اقول لك فيها كمان مدربين اسماء عمالقه، مجموعه صعبه. صح. فيها تقريبا ممكن الصرف فيها ما يكونش عالي بشكل كبير جدا، كلنا الدنيا قريبه شويه في موضوع الصرف، بس ما هو كلكم شبه بعض بالظبط، يعني برضو ايه عارف لو في حد فارق عن التاني هنضمن انه خلاص ده صعب بالظبط كده، لكن انتوا كلكم منافسه قريبه جدا وفيها مدربين زي ما قلت لك مدربين كبار جدا في المجموعه. صح. فالمشوار كان صعب. انا بدات الموسم، انا طبعا السنه الموسم اللي فات كنا شغالين انا وكابتن محمد حليم طبعا الكابتن التاريخي بتاع النادي، كنا شغالين انا وهو مع بعض، وكنا ماشيين مع فاركو لحد اخر ماتش الموسم اللي فات. صح. فاركو صعد بفرق هدف او هدفين، كان موضوع صعب جدا علينا برضو كفرقه. الموسم دوت اشتغلت مع انا وكابتن حليم برضو 5 ماتشات في اول الدوري، بعدين الكابتن حليم لظروف ما ساب الفرقه وراح القناه وماشي كويس، ببارك له على المستوى اللي بيأديه يعني. طبعا. وبعد كده انا توليت المسؤوليه ثقه مجلس الاداره، كان اللي هو باسم رياض كان رئيس النادي في التوقيت دوت، هو اداني تكليف بان انا اكون موجود على راس الجهاز، والحمد لله قدرنا ان احنا نعدي بالموضوع في توقيت كان صعب جدا. وفي توقيت كمان كان حاسم في نص الدوري كده او بعد الدور الاولاني بشويه، كان جه اللواء عماد يماني، كان رئيس النادي اتغير، فجه اللواء عماد يماني قاضي القوات رئيس النادي دلوقتي، دعمنا بشكل كويس جدا، ودخل يعني التغيير حصل في وقت مهم جدا للفرقه، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نرجع لمكانته الطبيعيه. المنافسه كانت صعبه جدا لاول مره، يعني كل سنه كان الموضوع كان بيبقى بين فرقتين او 3 فرق بالكتير بيفضلوا ينافسوا، السنه دي لا، السنه دي الموضوع كان صعب في المنافسه، كان في زي ما قلت لك ابو قير كان بينافس، البلديه كانت بتنافس، الاولمبي كان معانا اسبوع باسبوع كان بينافس، ديكيرنس اشتغل شويه معانا في المنافسه، كفر الشيخ اشتغل معانا شويه في المنافسه، فالمنافسه كانت صعبه جدا من الاول، ما كنتش تقدر تقول ان الماتش ده انا هدخل اكسبه وفرقه، لا، ما كانش في حد عارف مين هيكسب مين في الدوري دوت، كان في ماتشات كتير جدا انت حاسس ان هي في ايديك، لا كنت بتلاقي صعوبه فيها كبيره جدا. لاول مره عكس المواسم اللي فاتت حتى الهبوط نفسه اتأخر لآخر اسبوعين، ما كانش فيه حاجه حسمت، فعشان كده الماتشات برضو حتى اللي هي الفرقه اللي كانت بتصارع انها تستنى في الدوري كانت بتقاتل وبتلعب بشراسه لحد اخر اسبوع، فده اللي كان مخلي الصراع ما حدش عارف مين هيحسمه لحد تقريبا قبل الموسم ما ينتهي ب3 أو 4 جولات. احنا الحمد لله بطاقه الصعود الحمد لله كانت من نصيبنا، لان احنا الحمد لله نستحق ان احنا نبقى متواجدين في الدوري الممتاز. ايه المطبات بقى؟ يعني انت اكيد واجهت مطبات وواجهت مرحله من الشك، حسيت انه لا هيحصل لي زي الموسم اللي فات، ممكن الدنيا
تفك وما ما اعرفش اصعد. ايه المطبات اللي واجهتها السنه؟ ايه المباريات الصعبه اللي واجهتها السنه دي؟ لا هو يعني ما كانش عندي شك ان احنا مش هنصعد. كنت متاكد؟ يعني طبعا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في جهد اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير جدا وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي شغلنا. كنت متاكد لان الدوري هي النفس الطويل. هي النفس الطويل والاستقرار مهم. والنادي اصر ويعني اصر ان انا اكمل على راس الجهاز. حصل فتره مش هقول عصيبه، حصل فتره تعادلات شويه في كام ماتش ورا بعض. شويه احنا ما كناش راضيين عن التعادلات ديت. بس انا كنت شايف ان التعادلات ديت في وقتها كانت مناسبه. لان في توقيت معين او في توقيت في خلال الموسم اتصاب عندي اهم اللعيبه. اتصابت عندي ما كانتش موجوده عندي. اتصابت قعدت مثلا بالسبع والثمان ماتشات بتاع شهر ونص شهرين. عندي مصطفى صبحي هداف الفرقه، عندي ممدوح اتصاب، عندي خط الظهر بتاعي اتصاب. فكان في توقيت لا الناس كانت زعلانه ان انت بتاخد بونت من فرق معينه في الدوري. بس انا كنت شايف ان كان في التوقيت دوت البونت كان مكسب ما كانش خساره. اتعادلنا شويه كتير لكن برضو المنافس بتاعك كان بيتعثر، كان بيخسر، كان بيتعادل. فكانت في ماتشات صعبه، كان في ماتشات صعبه، كان في البلديه، في البلديه كان ماتش صعب. الماتشين بتاع بوقير كان ماتشين صعبين جدا. الحمام في الحمام ماتش صعب، ماتش صعب جدا جدا جدا. الاولمبي كان ماتش، كان ماتش حاسم قبل يعني بعد التوقف على طول، كان ماتش حاسم بشكل كبير جدا. كنا احنا فرق 4 بونت وهنلعب الاولمبي، كان ماتش صعب جدا وحاسم. كسبنا الماتش، فرقنا بقينا 7 بونت. كان عندي ماتش الزرقاء، والزرقاء كانت هابطه من اكتر الماتشات اللي كنت قلقان منها ماتش الزرقاء، لان حصل معايا نفس الموقف السنه اللي فاتت واحنا موجودين. كنا بنلعب كفر الشيخ على ملعبنا، لو تعادلنا وماتش وكفر الشيخ برضو كانت بتعاني من الهبوط، لو تعادلنا نصعد دوري ممتاز. انت وفرقه طبعا مفيش، بس انت نازل حتى ما قدرناش نفكر ان احنا طب ممكن، لا كنا بنفكر في حاجه ان احنا نكسب، مع انك انت ممكن تفكر تتعادل تصعد دوري ممتاز. خسرنا على ملعبنا وما قدرناش نصعد. فاركو بالخساره ديت فاركو بقى معانا في البونت، فصعد هو عننا بالاهداف. لان حتى نتيجه الماتشات انا كنا كسبانه 2-1 في الدور الاولاني وهو كان كسبنا الدور الثاني او العكس. يعني حتى نتيجه الماتشات كانت زي بعض، هو كان فارق بالاهداف. دي حاجه صادمه، صادمه. فالماتش اللي هو الزرقاء دوت، انت الصعوبه في الكوره من وجهه نظري ازاي تقدر تحفز لعيبتك اسبوع ورا اسبوع اسبوع ورا اسبوع ما تهبطش بالظبط. فبيبقى في ماتشات هي مش محتاجه حافز. يعني زي الدوري الممتاز احنا ما فيش مدرب بيقول لنا حاجه في ماتش الاهلي والزمالك الماتشات الكبيره. صح، انت اصلا عايز تلعب الماتش ده. مظبوط. فاللي بتعمله 100% بتعمله 200%، بتنام بدري. من غير المدرب ما يقول لك حاجه، هيقول لك ايه؟ انت عايز تلعب الماتشات دي. فالماتشات اللي هي بتبقى كبيره قدام الفرقه الكبيره قدام الدوري الكبار انت بتبقى متحفز فيها. الزرقاء طبعا مع كل احترام بس هي كانت خلاص لظروفها، لظروف اللي حصلت لها فكانت هابطه. فالماتش كان على ملعبي، فكنت قلقان يحصل معايا لان السيناريو كفر الشيخ كان في ذهني طبعا، كان في ذهني طول الوقت طبعا. فكنت قلقان من الماتش ده بشكل كبير جدا. لكن الحمد لله حسم الصعود في الماتش دوت اللعيبه، لان اللعيبه من حظي برضو ان اللعيبه اللي كانت متواجده اللي حصلت الدروب بتاع كفر الشيخ كانت موجوده في نفس الماتش. لان احنا طلعنا بحوالي 15 او 16 لعيب في السنه دي استمروا معانا، فاللعيبه اتعلمت الدرس بشكل كويس وقفلنا على الفرقه بشكل كويس. انا عايز اقول لك ان ماتش الزرقاء ده انا عامل معسكر 5 ايام من بعد ماتش الاولمبي لحد ماتش الزرقاء، وكل يوم محاضره وكل يوم كلام، لان احنا اللي حصل فينا في ماتش كفر الشيخ السنه اللي قبلها حاولنا ان احنا نتعلم من الدرس بشكل كويس وما نديش استهانه لاي ماتش. يعني صحيح. طيب